مرحبا اعزائي الطلاب، اليوم كملوا في ثلاثه طابلو دو لا كلاسيفيكاسيون، يعني جدول الترتيب. هنا جدول الترتيب الدوري فهمت لا كونفيغوراسيون الكترونيك بلو سامبلومون. يعني اكزيست اون مانيير بوكو بلو سامبل اي بوكو بلو رابيد دو تيرميني لا كونفيغوراسيون الكترونيك دان اتوم اون سيزون طابلو دو لا كلاسيفيكاسيون. يعني كاينه واحد الطريقه سهله بزاف غير معقده وسريعه باش نتعرفوا على الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال لاتوم، باش نتعرفوا على التوزيع الالكتروني ديال الذره من الاستعمال. هذا الجدول هذا اللي هو جدول ترتيب الدوري. هنا جدول ترتيب البيريوديك، يعني الدوري للعناصر الكيميائيه، يعني جدول ترتيب الدوري للعناصر الكيميائيه. نتعرفوا على شنو هي الطريقه هذه. فهاد الحاله عندنا جدول ترتيب الدوري كنرتبو حسب عدد زيد، كنرتبو حسب عدد زيد، يعني من واحد حتى فما فوق. يعني الهيدروجين عندو زيد ديالو واحد خدام هنا، الهيليوم عندو زيد ديالو جوج، الليثيوم عندو زيد ديالو ثلاثة، بي او عندو زيد ديالو ربعة، بي عندو زيد ديالو خمسة، الكربون عندو زيد ديالو ستة، ان عندو زيد ديالو سبعة، الاكسجين عندو زيد ديالو ثمانية. فكنرتبوهم حسب عدد الدوري زيد ترتيبا هكا بهذا الشكل. ان ا بثاني ام جي، اذا ام جي زايد على ان ا زيد واحد برقم واحد زيد، هكذا كنرتبوهم حسب عدد زيد. وهنا كنلاحظو ان عندنا مثلا دورات، هنا عندنا مثلا لي نيفو هنا كما كتلاحظو عندنا، يعني كيتكون دي كولون، يعني هما اعمدة، يعني كلاسيفيكاسيون كيكون فيه دي كولون، كيكون فيه دي بيريود. لي بيريود هما هادو، لي بيريود مثلا بيريود ان، يعني ان كتساوي ان، بيريود دو، بيريود تخوا، هكذا بيريود كاتر. يعني كيكون مجموعة، تكون مجموعة فيها مثلا مجموعة ديال ان واحد، مجموعة ان، هادو من بيريود، يعني دورات، الدورة الأولى، يعني المستوى اللي فيها النيفو الأول، النيفو الثاني، النيفو الثالث. هنا عندي هادو لي كولون تبدلو ليهم المجموعات. كولون مثلا كتلقى مجموعة ديال الأعمدة كتشكل مجموعة، ولا مثلا عمود واحد ديال المجموعة، مثلا دي مجموعة ديال الغازات هي خاملة، ولا غازات اللي هي نادرة، الغازات النادرة اللي هي غاز غار، لي غاز غار. يعني لي غاز غار عندنا الهيليوم، ان او، ا ارغون، هادو غازات هي نادرة. هاد الغازات النادرة كتكون غازات اللي هي مستقرة، وجميع العناصر الكيميائية كتبغي توصلو للمرتبة ديال الغازات اللي هي مستقرة. يعني أي عنصر كيميائي كيف ما كان كيبحث على الاستقرار، وفاش كنقولو كيبحث على الاستقرار كيبغي يتشبه بهاد الغازات النادرة، كيبغي يوصل لهاد الغازات النادرة. فمثلا الهيدروجين غيحاول ما أمكن باش يولي بحالو تقريبا بحال الهيليوم في العدد الإلكترونات، ليثيوم و بي أو هاد الكربون كيبغيو ما أمكن يحاولو باش يوليو بحال النيون، اللي عندهم بحال النيون، يعني زاد عندهم العدد الالكترونات بحالهم بحال النيون، يعني نفس الكونفيغوراسيون الكترونيك اللي عنده. يعني الكربون مثلا غيبغي يقلب على نفس الكونفيغوراسيون الكترونيك اللي عنده بحال النيون، اللي هو غاز كامل، اللي هو غاز، عفوا غاز نادر قريب ليه، غاز نادر، يعني غاز غاز غار. فهنا كل اليمون شيمي كيقلب على يوصل لهاد لي غاز، لي غاز غار. هاد لي غاز غار مثلا عندو مجموعة ديالهم نسميوها مجموعة 18، ولا كيما كتشوفوهم بالحمر كنرتبوهم من 1 حتى 6. هنا عندنا هاد الخضر من 1 حتى 10، عندنا هنا هاد المرتب من الأزرق من 1 حتى 2، عندنا هاد من 1 حتى 2 دو إس، هادو دو تيب إس، يعني الطبقة الخارجية ديالهم كتكون فيها إس. هاد الهيدروجين كيكون فيه إس ديالو كيكون إلكترون واحد، وهاد الاس هذا كيكون فيه الكترون في الطبقه الخارجيه ديالو، جوج الكترونات في الطبقه اس، يعني كيكون عنده جوج الكترونات في الطبقه الخارجيه ديالو اللي هي اس. هنا بالنسبه للدي، هاد العناصر هادو لان الطبقه دي شحال كتهز الالكترونات، الطبقه دي كتهز 10 الالكترونات، فالطبقه دي كتهز واحد، الطبقه دي هنا كتهز جوج، دي كتهز ثلاثه، وحنا ماشيين اربعه. عندنا مثلا هنا الزنك، يعني الدي ديالو كتهز 10، يعني كيكون كمل الدي ديالو كتكون 10. بالنسبة للسي اللي هو النحاس، الدي ديالو كتكون 9 في الطبقة دي، كنديرو 9 بالنسبة للنحاس. بالنسبة لهنا عندنا بالنسبة لبي دو تيب بي، يعني كيكون الطبقة ديالهم خارجية كتبقى لنا بي، يعني كتكون مثلا بحال دابا مثلا هاد الكربون غتجينا مثلا بي، غتجينا طبقة بي فيها جوج الكترونات بقاو. هنا الأكسجين غتجينا في طبقة بي، غتجينا في بي فيها
يعني البار ماكدونالدز طارت حدهم شي طبقات هكا يديو اسرع تحت الطبقات يعني سوكوش يعني مثلا كنقول بي و دي و سي اس هادو سوكوش هذا بي و دي و اس و اف هادو سوكوش طارت حدو اللي بقاو تحت هما اف هادو اللي تحت بقاو تحت هما اف يعني سوكوش اف سوكوش اف شحال يكون فيها يكون فيها 14 هاد دي فيها 10 بي فيها 6 هاد اف فيها 14 الا حسبنا من ال ا حتى ال ال ا هنايا نلقاو 14 ها هو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 دونك نحسبو 14 هاد 13 هكا سكون في هاد الكارت كتبوهم فمن خلال العنصر سنعرفو واش دو تيب دي ولا دو تيب اس ولا دو تيب بي فهادو اللي مشينا بهادو كاملين هنا اللي كتشوفهم جدول دول دو تيب بي غنرتبوهم نبدا 1 2 3 حتى ل 6 فمثلا الا جاك شي عنصر في الرقم 4 مثلا بحال الاكسجين ولا يوسف اس هادو معناتها الالكترون تيبقاو لهم عندهم 4 طبقة بي 4 طبقة بي و 2 في الطبقة اس اللي قبل منها فهما 6 اذا تكون 6 ليكتونس في الطبقة خارجية 6 ليكتونس في الطبقة خارجية عاوتاني انت نزلت مثلا انت هنا زدنا تكون دو تيب دي وتكون فيها 10 تكون طبقة خارجية فيها 10 وعاد اس كتكون قبل منها يعني اس كتزدنا 2 فمثلا 10 و 2 هي 12 اذا زدت انا مثلا 12 الكترون في الطبقة خارجية باش يكون 12 الكترون في الطبقة الخارجية بالنسبة للسي اي تكون الطبقة الخارجية ديال 9 زائد 2 هي 11 يكون 11 الكترونات في الطبقة الخارجية بالنسبة لهنا عندنا مثلا دو تيب اس هادو خلاص دو تيب اس إذا كانت الأولى تكون دو تيب اس فيها واحد يعني الطبقة الخارجية تبقى فيها هي اس واحد وهنا دو اللي هنا ام جي و سي ا وكذا كتكون الطبقة الخارجية فيها جوج الكترونات فمثلا الكالسيوم كتلقى الطبقة الخارجية ديالو فيها جوج الكترونات فاش علاش نديرو سي اي سي ا دو بلوس مثلا كتلقى ام جي دو بلوس سي ا دو بلوس وكل عمود هنا كتلقى عندها نفس العناصر نفس الخصائص الكيميائية يعني كل عمود هنا كتلقى عندهم نفس الخصائص الكيميائية مثلا هاد الغازات النادرة اللي هنا عندهم نفس الخصائص الكيميائية والفيزيائية نفس الخصائص الكيميائية يعني إلا فقدوا مثلا ما بحسب مستقرين راهم مستقرين هنا مثلا عندنا هاد الرقم 4 في بي هنا عندنا الأكسجين والسفر وكذا كاملين مثلا الأكسجين كيرتبط بجوج حتى السفر كيرتبط بجوج الى جيتي تشوف هنا مجموعة الهالوجينات اللي فيها الفلور والكلور والبروم واليود وهذا الشيء هادو كاملين كتكون فيهم الموا مثلا سائل موا بروم موا بير موا اي موا اف موا علاش موا لان كيكتسبوا الكترون هذا كيبقى له انه خصو يكتسب الكترون باش يولي بحال الغازات الكاملة هاد الاكسجين والسوف وهذا الشيء خصو يكتسبوا جوج الكترونات الى بغاو يوليو بحال الغازات الكاملة عاوتاني هاد الازوت والبي وهذا الشيء خصهم يكتسبوا ثلاثة ديال الالكترونات نزلهم ثلاثة الالكترونات حيت نزلهم ثلاثة ديال الخطوات ثلاثة الخطوات ثلاثة الدرجات ويوصلوا للغازات الكاملة مثلا كتلقى ال N غادي تحول ل O وتحول ل F عاد باش يوصل ل N O اللي هو غاز نادر ف N يعني خصو ثلاثة ديال الالكترونات باش يولي بحالو بحال الغاز النادر اللي هو N إذا ال N فهو غير تعطى ثلاثة الالكترونات يعني N تلقى مثلا خصو يكتسب ثلاثة الالكترونات فاش يكتسب من عندو لو موان اذا انا يولي 3 موان ان فيه 3 موان وهكذا هنا عندنا الهيدروجين خلاص هاش بلس ليثيوم تاو بلس ان ا كتكون بلس وكاكي البوتاسيوم كيكون تاو بلس اش هنا هاد العناصر كاملة جايه في نفس الكولون جايه في نفس العمود وبالتالي يعني كاملين كيفقدوا الكترون فاش نقول كي كاملين كيفقدوا الكترون باش يوليو بحالهم بحال الغاز نادر بحالو بحال الغاز نادر هكا كيفقدو الالكترون كتجيهم سهلة انهم يفقدو على انهم يكتسبو كتجيهم سهلة انهم يفقدو الالكترون واحد فال ان ا مثلا كيفقد الالكترون كيولي ان ا بلس البوتاسيوم كا كيفقد الالكترون باش كيولي كا بلس هنا عندنا مثلا ام جي و سي ا هادو كيفقدو جوج الكترونات فال ام جي مثلا المغنيسيوم كيفقد جوج لان بقى لنا جوج اس جوج فهو كي يعني كيف كتولي ام جي دو بلس ام جي دو بلس معناها يفقدهم بجوج يفقد جوج الكترونات الكالسيوم تاعو يفقد جوج الكترونات بحال طيب الكالسيوم كيكون هنا فغيفقد جوج الكترونات غنرجعوه باللور بجوج درجات غنرجعوه باللور بحال البزيت ديالو غنقصو منها جوج
غتيفقد جوج الكترونات فاصل ملي نرجعو للور هاي هكا غتولينا اذا هو الارغون. فالكالسيوم الكالسيوم فاش يولي دو بلوس كيولي بحالو بحال الارغون. فالكالسيوم كيبحث على الاستقرار غيجي يحسن انه يقرب الارغون بلاص ما يقرب الكائر. اوكي الكالسيوم الى بغا يقرب الكائر خصو يخطو على هادشي كامل ينقص من هادشي كامل باش عاد يولي كائر. فكتجي سهله انه يفقد بلاص ما يكتسب. اذا خصو يفقد جوج الكترونات يعني نرجعو بجوج درجات للور باش عاد يولي ارغون باش يولي على الغاز كامل ارغون. المهم اذا كان شي اسئله طرحوها غادي نجاوبكم عليها خاصه فيما يخص الجدول الدوري ومازال بزاف ديال يعني بزاف ما يتقال ان شاء الله.